نفت وزارة التجهيز والماء تضرر بعض السدود بإقليم الحوز جراء الزلزال الذي شهدته عدة مناطق بالمملكة مساء يوم الجمعة الماضي، خاصة سدود لالا تكركوست ويعقوب المنصور وأبو العباس السبتي. الوزارة أكدت في بلاغ أن السدود المذكورة توجد في حالة جيدة وتطلع بوظائفها بشكل عادي. يأتي هذا النفي توضح الوزارة إثر تداول بعض الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول تضرر بعض السدود بإقليم الحوز جراء الزلزال. نتابع في هذا الإطار توضيحات حمو بن سعدوت المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء متحدثا ليوسف النعماني. على إثر الزلزال اللي شهدته بلادنا خلال ليلة 8 شتنبر 2023، قامت وزارة التجهيز والماء بمراقبة جميع السدود ديال المملكة، سواء السدود اللي توجد في طور الاستغلال أو السدود اللي في طور البناء الإنجاز، وخصوصا السدود اللي كتواجد بالمنطقة اللي شملها زنزال بإقليم الحوز وإقليم شيشاوة وتارودانت. وبينت هذه المراقبة بأن هذا الزلزال ما كان عنده تشي تأثير على السدود اللي كتأدي حاليا الوظيفة ديالها بطريقة عادية، وهذا العملية ديال المراقبة تستمر بصفة يومية من طرف فرق ديال الوكالة الأحواض المائية اللي كدعمها خبراء في مجال السدود. والحمد لله يعني المعلومات اللي كاينين لحد الآن ما كاين حتى شي تأثير ديال هذا الزلزال، سواء الهزة الرئيسية أو الهزات الارتدادية على الوظيفة ديال هذا السدود. وكذلك ما يجب الإشارة إليه هو أن هذه السدود مصممة باش يعني تقاوم الزلازل في حالة حدوثها. وبالتالي فالأخبار اللي راجت حاليا عبر شبكة التواصل الاجتماعي راه لا أساس لها من الصحة، والسدود كاملة خصوصا اللي كتوجد في منطقة ديال الزلزال في حالة جيدة وتؤدي وظيفتها بشكل عادي.